اللواء الروفن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة كان يقود ويشرف على سير المعارك التي تشهدها مديرية المخاء بين قوات الجيش الوطني وجيشيات الحوثي والمخلوع الصالح. المعلومات المتوفرة حتى الآن أنه استشهد إثر قصف بصاروخ حراري أطلقته الميليشيات على المكان الذي كان يتواجد فيه، وقد استشهد على الفور هو وعدد من المرافقين، كما جرح عدد آخر من الجنود الذين كانوا يتواجدون إلى جانب القائد الشهيد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي الذي كان في مقدمة الصفوف في مواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح. نعم فواز، هل هناك قيادات أخرى من الجيش كانت متواجدة غير اللواء أحمد سيف؟ لم تردنا معلومات حتى الآن عن استشهاد قادة عسكريين آخرين بجانب القائد أحمد سيف اليافعي. المعلومات المتوفرة حتى الآن أن هناك عدد من الشهداء وعدد أيضا من الجرحى في صفوف الجيش الوطني نتيجة هذا الاستهداف الصاروخي الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لكن لا معلومات حتى الآن عن عدد الشهداء أو أعداد الجرحى أو من القادة العسكريين قد استشهد في هذه الاستهداف إلى جانب الشهيد القائد أحمد سيف اليافعي.